العلم. فقرة العلم خمس أجزاء: جغرافيا، تاريخ، 50-50، أدب وعلوم. إيه رأيكم؟ جوكر إمتى؟ تاريخ ولا جغرافيا أفضل من وجهة نظرك لينا؟ في ماتش زي ده يمكن يكون أنا ما أقدرش أتدخل. خلاص تمام. نقول تاريخ. نقول تاريخ. كان مفروض تاخده في جغرافيا. يلا مش مشكلة. جغرافيا. والسؤال هو: تتبع جزيرة سنتوسا إحدى دول جنوب شرق آسيا، فما هي؟ مساحتها حوالي 4.7 كيلومتر مربع. تقع في مضيق مالكا. محمود حسين داس على البزر. خلاص. إندونيسيا. اتفقتوا عليها؟ أنا قلت تقع في مضيق مالكا. ياه. شفت؟ إجابة خاطئة. خدوا العشرين ثانية كاملين. في إجابة؟ خالد العوض إجابتك؟ الفلبين. إجابة خاطئة. أنا قلت لكم المضيق وانتوا قلتوا دولتين ما لهمش علاقة بالمضيق. أربع اختيارات زائد 10 و-5: تايلاند، كمبوديا، سنغافورة، ماليزيا. كريم. ماليزيا. هو فعلا مضيق مالقة في ماليزيا. وفي دولة تانية كمان. ومحمد مرسي بيقول لك صح صح صح. هي صح. صح صح ان شاء الله ان شاء الله. هي صح ان شاء الله. كريم القاضي. إجابة خاطئة. يا في سنغافورة ناقص 5 نقاط أخناتون. ما فيش مشكلة. بداية المباراة ما فيش مشكلة. فريق نفرتيتي عندك سؤال في جغرافيا. امتى جوكر؟ جوكر دلوقتي. جغرافيا ان شاء الله. دوس على البازر. جغرافيا. والسؤال هو: جاوجا هو أطول نهر يقع بالكامل بإحدى دول البلطيق، فما هي؟ طول النهر حوالي 452 كيلومتر. النهر ده صالح للملاحة طول السنة. خالد العوضي إجابتك. ليتوانيا. ليتوانيا. ليتوانيا من دول البلطيق ولكن إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة. مين هيجاوب؟ كريم. إجابتك. لاتفيا. لاتفيا ب20 نقطة. إجابة صحيحة. عشرين نقطة. اتخطف الجوكر من نفرتيتي. أخناتون 15، نفرتيتي طار الجوكر. أخناتون حان معاد الجوكر. تاريخ. والسؤال هو: في أي دولة عربية تأسست مملكة أوغاريت في القرن 14 قبل الميلاد؟ أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي. محمد عبد العزيز جاوب. خلاص بالغلط والله. خلاص. طيب العراق. لا لا لا. محمد عبد العزيز انا قلت لك عندك 20 ثانية. انا والله فريق. انا ما كنتش قاصد والله. مش قاصد. مش قاصد معلش. اجابه خاطئه. المملكة دي صاحبة أقدم أبجدية مكتوبة في التاريخ. في إجابة؟ أحمد فهمي. فلسطين. إيه رأيك يا كريم؟ فلسطين ب20 نقطة. إجابة خاطئة. مش فلسطين. زائد 20 أو -10. لبنان، اليمن، الأردن، سوريا. أحمد فهمي إجابتك؟ لبنان. لبنان. كريم إجابتك إيه؟ الأردن. محظوظ إجابتك غلط. كنت هتنزل 10 نقاط. أحمد فهمي هي سوريا.
إجابة خاطئة. نفرتيتي ناقص 10، أخناتون 15. أنتوا النهاردة متوترين جداً، ويا كريم اهدى شوية. السؤال اللي جاي نفرتيتي محتاجين 10 نقط دول علشان تبتدوا من نقطة البداية. تاريخ والسؤال، من هو الرئيس الأمريكي الذي تم اغتياله في معرض البلدان ببافالو عام 1901؟ ده الرئيس رقم 25 لأمريكا، وده ثالث رئيس أمريكي يتم اغتياله. كان في نيويورك في 6 سبتمبر، اغتاله مهاجر بولندي. رشا إجابتك؟ الرئيس 25 ويليام ماكينلي. برافو عليكي، إجابة صحيحة، برافو يا رشا. البولندي ده جاي يسلم عليه، وهو بيسلم عليه ضربه بالنار. لا ده أنا حافظاهم كلهم على فكرة. برافو عليك. الحمد لله. نقطة البداية الفريق نفرتيتي، مفيش نقاط فريق نفرتيتي، 15 أخنته. ودلوقتي عندنا سؤالين 50-50، سلمى وطارق، طارق وسلمى. وهيبقى أول سؤال لسلمى. المباراة مش سهلة طبعا، المباراة مش سهلة ولسه في بدايتها. سلمى ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. جاهزة للسؤال؟ اه. 50-50 والسؤال هو، في أي دولة آسيوية تقع مدينة مومباي؟ هي الهند. الله عليكي، أصحى مدينة في الهند. إجابة صحيحة، برافو عليك. أكثر من 12.5 مليون نسمة في 2024. 25 أخناتون. طارق نفرتيتي ما عندكوش نقاط وعايزين 10 نقاط. ماشي يا عصام يوسف. حلوة، ماشي يا عصام يوسف، حاسك بتهددني يعني. ماشي يا عصام يا يوسف. ماشي يا عم. 50-50 والسؤال هو، ما هي عاصمة دولة إريتريا؟ أسمرة. 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 أنا أسمرة. نعم أسمرة. طارق برافو عليك، إجابة صحيحة. من أعلى العواصم ارتفاعاً في العالم، 2325 متر. 10 نقاط لفريق نفرتيتي، نفرتيتي 10، 25 أخناتون. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، أخناتون أدب والسؤال، من هو الأديب الفلسطيني الراحل مؤلف رواية السفينة؟ 12-1969، بتحكي عن جزيرة صغيرة بيتجمع عليها الناس باختلاف هويتهم. اتفقتوا ولا اختلفتوا؟ اتفقنا. على مين؟ غسان كنفاني. لا، يوسف مش موافق. إجابة خاطئة. في إجابة؟ خالد العوضي. جبرة إبراهيم جبرة. جبرة إبراهيم جبرة. يوسف بيسقف لك. إجابة صحيحة طبعا، برافو عليك يا خالد. 10 نقاط، 20 نفرتيتي، 25 أخناتون. نفرتيتي فرصة التقدم. أدب والسؤال هو، العين هو معجم لعالم لغوي عربي، فمن هو؟ العين هو معجم لعالم لغوي عربي، أول معجم عربي حاول تجميع ألفاظ اللغة العربية عن طريق متابعة الحروف الأبجدية من الألف للياء. النجم الساطع خالد العوضي، ده لقبه. إجابتك؟ ابن منظور. لا، مؤلف لسان العرب مش العين. إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ محمد. الخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد صح. الفراهيدي. هو
مؤسس علم العروض. إجابة صحيحة. الله يا رب يا محمد. 10 نقاط، 35 أخناتون، 20 نفرتيتي. أخناتون علوم، والسؤال هو ألبير غزر أوجي هو أول رائد فضاء من إحدى دول البحر المتوسط، فما هي؟ ده كان في يناير 2024 في مهمة أطلقتها شركة سبيس إكس لمحطة الفضاء الدولية لمدة 2 أسبوع. أجروا سلسلة من التجارب العلمية وهو أصلاً طيار مقاتل. إجابتك عبد الحميد. موناكو؟ لا، بعت. إجابة خاطئة. في إجابة؟ خالد. إيطاليا؟ لا. الاسم يا جماعة، الاسم، الاسم، والاسم. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 وناقص 5. اليونان، قبرص، إسبانيا، تركيا. كريم. قبرص. قبرص بثقة. إيش معنى قبرص يا كريم؟ صعب يبقى تركيا، حسناها، وصعب يبقى إسبانيا في الوقت ده 24 أول عالم، واليونان صعب برضه. لا مش صعب ولا حاجة. ليه صعبتها؟ لأن دول دول قديمة. أنا بقول 2024 تمام، ورائد فضاء. ده أنت قلت أول رائد فضاء يطلع. كريم القاضي ما اقنعتنيش. إجابة خاطئة. الإجابة إيه يا أحمد يا فهمي؟ تركيا. بالظبط كده، تركيا. بص يا كريم، محظوظ. ليه؟ ناقص 5 أحسن من سلام. أحسن من زائد 10. 30 أخناتون نفرتيتي، لو الإجابة صح لآخر سؤال في الفقرة هتطلعوا من الفقرة الأولى متعادلي. علوم والسؤال هو تتكون قرون حيوانات وحيد القرن من أحد البروتينات، فما هو؟ الحيوان ده مهدد بالانقراض ولكن في محاولات لإنقاذه. ليه أهمية في الطب الشعبي الصيني؟ بيدخل في تكوين. ما عندناش إجابة. ما عندكوش إجابة؟ يا نهار أبيض. في إجابة؟ إجابتك سيد قشطة؟ سيد قشطة؟ إيه ده؟ ده بروتين. ما يكسب سيد أصلاً. كريم، ما اسموش سيد قشطة، اسمه سيد بيشت. يا كريم نخمن. يا كريم ما عندناش إجابة. أنا بقول لك بروتين، تقول لي سيد قشطة. لا أنا سمعت حيوان. لا 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 لا، حيوان والله اللي سمعتها حيوان. ده بقول لك إيه، دي إجابة قنبلة. والله أنا سمعتها حيوان. مش إجابة خاطئة. والله سمعتها حيوان. كريم، إجابة قنبلة. سيد بيشت. والله سمعتها حيوان. احنا خلينا بروتين. بناخد حقن لحضرتك كريم. حول. انت مش شايفنا احنا بنعمل ازاي لبروتين. تعال نشوف الاربع اختيارات وهقول معلومه بعدها. اللي هيسمع المعلومه هيجاوب صح. الفبرين، الكيراتين، الميلانين، الاكتين. بيدخل في تكوين الشعر والاظافر. كريم. كيراتين. صح. خطفت البازر. 10 نقط. إجابة صحيحة. سبحان الله، من سيد قشطة لكيراتين. ثانية. 40 أخناتون، 20 نفرتيتي. طبعا لسه بدري جدا بداية المباراة، والمباراة دمها خفيف الحقيقة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة.